حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الموازنة بين احتياجات التطوير ومتطلبات التنمية والتوجه نحو الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي، مؤكدا سموه أن الحفاظ على تراثنا واجب والتوجه التنموي ضرورة لتلبية احتياجات المواطنين في النهضة العمرانية والخدمية، ويجب الحرص ألا يسبق أحدهما الآخر في الأهمية فكلهما أولوية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة، حيث استعرض سموه مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي. شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن حركة التطوير التي تقودها الحكومة في مختلف قرى ومدن المملكة مستمرة، مع التركيز على الحفاظ على المكنون التراثي والطبيعي والطبيعة التاريخية لبعض المناطق، لافتا سموه إلى أن الحكومة تحرص على أن تصل التنمية والتطور كل قرية ومدينة، فلكل منطقة نصيبها من التنمية والتحضر، وغايتها أن يعيش المواطن في بيئة متطورة وينعم فيها بالكفاية الخدمية. استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجالات التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية والرقابية في المملكة وأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير العمل والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، مؤكدا سموه في هذا الجانب على الأهمية التي توليها الحكومة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية الملاحظات الواردة فيها في دعم جهود الحكومة نحو التطوير الإداري والحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل له دون أي هدر.